انا احنا هنا في الفيستيفال بتاع البابا كرولوس في كنيسه بوب كيرولوس في ويست مينستر. وبعدين طبعا جيت لقيت البوث الجميل هنا بتاع مجله كاريزما, طبعا حاجه يعني مجله فعلا جميله, جورنال جميل وكلنا بنحبه وكلنا بنقراه وكله معلومات الحقيقه بتفيدنا كتير خالص. ويعني انا مبسوطه كمان من طبعا صاحب الجريده وائل. وائل الحقيقة إنسان مجتهد جدا جدا, وأقول يعني في كل مناسبة بنلاقيه وكل مناسبة بيقوليها لقات حلوة جدا مع الناس. وطبعا أجمل حاجة هو طلعها اللي هي مجلة كاريزما وكلنا مبسوطين بيها. بقول لك مبروك يا وائل, ويا رب كده تكبر وتكبر وتكبر. يعني أنت فعلا يعني طلع زي الصاروخ, وحاجة جميلة وحاجة مشرفة وجود لك, وإن شاء الله يا رب كده نلاقيك يعني من أكبر جريدة في المهجر بإذن ربنا very soon. للتطور عنوان كاريزما معكم في كل مكان.